أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمتابعة التطورات السياسية والميدانية في الحديدة. قالت مصادر حكومية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة أن الفريق الحكومي وافق على المرحلة الأولى من خطة كبير المراقبين الدوليين الجنرال لوليزغارد، وتوقعت المصادر أن يتكرر الاجتماع بين الفريق الحكومي ولوليزغارد غدا الثلاثاء لحسم كافة النواحي المتبقية في الخطة بشكل نهائي. وتقتضي المرحلة الأولى من الخطة انسحاب ميليشيا الحوثي من ميناء رأس عيسى والصليف مسافة 5 كيلومترات إلى الشرق منهما مع عملية التأكد من نزع الألغام. الفريق الحكومي طالب من كبير المراقبين الدوليين الضغط على الميليشيا لعدم التملص من الاتفاق هذه المرة وعدم قبول أي تبريرات للتنصل من الخطة. من جهتها حذرت قوات الجيش من تنصل ميليشيا الحوثي عن اتفاق الحديدة ورفض الخطة الأممية الموضوعة. وقال المتحدث باسم ألوية العمالقة وضاح الدبيش أن القوات المشتركة بقدر ما تمد يدها للسلام فإنها جاهزة لحسم المعركة عسكريا في حال تعطيل تنفيذ الاتفاق. نتوقف عند هذه التطورات لنناقش في محورين: إلى متى ستظل الحديدة حبيسة المفاوضات العاثرة والمعارك المتوقفة، وهل أصبح الدور الأممي معطل للحسم في الحديدة؟ المواجهات المسلحة تتجدد في مدينة الحديدة مهددة بتقويض السلام الهش الذي تعيشه المدينة الواقعة في الساحل الغربي لليمن، والذي جاء بعد التوصل إلى تفاهمة ستوكهولم التي رعتها الأمم المتحدة قبل 4 أشهر. فقد شهدت الساعة الماضية مواجهات بمختلف أنواع الأسلحة في مناطق التماس بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية وسط وشرق مدينة الحديدة. جاء ذلك في أعقاب إطلاق الميليشيا عشرات قذائف الهون من الأحياء السكنية الواقعة تحت سيطرتها باتجاه الأحياء الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية في الجزء الشرقي من المدينة، وتركز جزء من هذا القصف على مجمع إخوان ثابت الذي من المقرر أن يستضيف اجتماعاً للجنة التنسيق المشتركة. وبحسب مصادر ميدانية فقد شهدت لحظات القصف المكثف الذي قام به الحوثيون محاولات للتقدم صوب المواقع الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية داخل مدينة الحديدة، لكنها منيت بالفشل وتكبدت جراءها عدداً من القتلى والجرحى. وفي مديرية التحيتة الواقعة إلى الغرب من مدينة زبيد تصدت القوات الحكومية لهجوم شنته ميليشيا الحوثي على مواقع هذه القوات وكبدتها خسائر في الأرواح والمعدات. وبحسب مصادر ميدانية فقد استهلت الميليشيا هجومها بقصف مكثف بقذائف الهون على مواقع القوات الحكومية، ما تسبب في إلحاق أضرار في ممتلكات المدنيين. وسياسياً يعقد كبير المراقبين الدوليين في الحديدة الجنرال مايكل لوليزغارد الاثنين اجتماعاً للجنة التنسيق المشتركة في محاولة لإنقاذ خطته المعدلة بشأن المرحلة الأولى من الانسحاب طبقاً لاتفاق ستوكهولم. وتهدف الخطة المعدلة إلى تأمين انسحاب للحوثيين من مينائي الصليف ورأس عيسى مسافة 5 كيلومترات في غضون أسبوع، على أن تحل محلها قوات مراقبة محايدة في مقابل تراجع القوات الحكومية مسافة 1 كيلومتر في المدخل الشرقي لمدينة الحديدة، وهي الصيغة التي قبلت بها الحكومة مؤخراً. المحاولات الحثيثة من جانب لوليزغارد لإنقاذ خطته المعدلة لا تزال تواجه بتلكؤ من جانب الحوثيين الذين أظهروا منذ اللحظات الأولى لبدء سريان وقف إطلاق النار عدم الجدية في الانسحاب وفقدان مدينة الحديدة والموانئ على نحو ما يقضي به اتفاق ستوكهولم. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من الرياض. ينضم إلينا الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي، أهلا بك. أسعد الله مساءكم ومساء السادة المشاهدين. وأرحب أيضا بضيفنا أيضا الباحث السياسي دكتور عادل الدشيلة من اسطنبول. أبدأ مع الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي، باعتقادك هل ستوافق ميليشيا الحوثي على الخطة المعدلة التي أعلن عنها ورحبت بها الحكومة؟ هل ستوافق عليها وستلتزم بها؟ شوف يعني في دقيقة تعليقا على اتفاق السويد، كان اتفاق السويد في نقطتين مهمتين يعني هن محل الخلاف، من سوف يتولى الإدارة المحلية لمدينة الحديدة والقوات الأمنية التي سوف تتولى مدينة الحديدة. هذا سابقا. الآن
ما هي القوات المحايدة التي سوف تحل في ميناء في الميناء؟ يعتبره لغم جديد. ثانيا الانسحاب مسافة 5 كيلو متر لا يعتبر انسحاب، لأن الخمسة كيلو متر من الناحية العسكرية لا يعتبر انسحاب. الانسحاب يجب أن تكون المسافة بعيدة بحيث أن لا تستطيع العودة عسكريا إلى نفس النقطة التي انسحبت منها. فالاتفاق هذا والنقطة التي قدمها مندوب الأمم المتحدة والخبير الأممي تعتبر هي نقطة ملغمة. ما يحصل حاليا في اللي سوى في اتفاق السويد من البداية هو عبارة عن محاولة إنجاز أي اتفاق يحسب على يحسب لمندوب الأمم المتحدة، والآن مستمرين في بهذا الناحية. لا أعتقد أن الحوثة رغم أن الاتفاق ما زال في صالحهم، لا أعتقد أن الحوثة سوف ينفذونه. أولا الانسحاب 5 كيلومتر ليس له أي معنى من الناحية العسكرية. ثانيا الحوثة يستمرون في المماطلة وكسب الوقت وتوقيف جبهة الحديدة لأطول فترة زمنية ممكنة، حيث استطاعوا أن ينتشروا في بقية المحافظات أو في جبهة ويتقدموا في جبهات أخرى. فالحوثيين سوف يستمرون في المماطلة، ومندوب الأمم المتحدة أو الأمم المتحدة سوف تستمر في محاولة إرضائهم أو استرضائهم مقابل أن تحاول أن تحقق أي إنجاز يحسب لها. طيب سأعود لك وأذهب للدكتور عادل دشيل الباحث السياسي. أهلا بك دكتور عادل. مرحبا بك. استمعت إلى حديث الأستاذ عبد العزيز الهداشي، برأيك هذه الخطة المعدلة التي أعلن عنها ورحبت بها الحكومة، باعتقادك بماذا سيكون رد الميليشيا عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تجريب المجرب لا فائدة منه. الحكومة اليمنية هي وافقت على اتفاقية ستوكهولم، والكل يعرف ذلك منذ اليوم الأول، وكانت اتفاقية ولدت ميتة وستبقى ميتة ولن تقدم أي حل يعني سواء في الجانب الأمني أو العسكري أو السياسي للشعب اليمني. طبعا المبعوث الدولي هو يتخبط مثل الناقة العمياء في الليلة الظلماء ويحاول أن يكتسب، وكأننا يعني في مباراة كرة قدم، يحاول أن يكتسب عدة نقاط لصالح هذه المنظمة الهزيلة على حساب أمن ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية. طبعا المبعوث الدولي بالأمس أو قبل أيام يناقش داخل يعني أحد الدول الأجنبية موضوع المرأة أو المرأة في صناعة السلام أو ما إلى ذلك. هذا المبعوث فاشل، وبالتالي نحن نعرف الحركة الحوثية ولدينا تاريخ طويل مع هذه الجماعة الإنقلابية، ومن السمات الأساسية لهذه الجماعة أنها لا تنفذ يعني ما وعدت به. وأنا من وجهة نظري أن هذه الجماعة لن تفي يعني بالتزاماتها، ولن يزيد هذه المبادرة أو هذه الخطة المعدة من قبل المبعوث الدولي والمراقبة الدولي في الحديدة لن تزيد الطين إلا بلة. نحن الآن أمام عصابة. أما بالنسبة من الجانب الأمني أو الجانب العسكري على الأرض، طيب نحن في منطقة صحراوية، انسحاب 5 كيلومتر إذا أراد الحوثي أو أي جهة أخرى أن يعود إلى المربع الأول أو إلى المدينة في خلال دقائق سيصل إلى قلب الحديدة. نحن في منطقة صحراوية في محافظة تطل على البحر الأحمر، وبالتالي لا حل إلا أن تنسحب الميليشيات الإنقلابية بشكل كامل إلى محافظة حجة. هذا إذا كانوا يريدوا أن يكون هناك سلام حقيقي، تنسحب إلى محافظة حجة الجبلية، ليس سهل، تنسحب إلى جبال حجة وأيضا الحكومة اليمنية، وبالتالي يكون هناك بعد ذلك الخطوة يعني الأمنية على الأرض. الجماعة الإنقلابية الآن تريد أن تحقق أي مسار سياسي على حساب المسار الأمني والعسكري. بالنسبة للمسار الأمني والعسكري لم تلتزم به، وهي تحاول والمنظمة الدولية أن يكون هناك اختراق سياسي للأزمة، وأن يكون يعني أن إفراغ القرار الدولي 2016 من مضمونه، وقد كانت الاتفاقية ستوكهولم هي البداية لتفريغ هذا القرار من مضمونه، وسنرى في الأيام القادمة عدة مبادرات من قبل المبعوث الدولي، لكن الجماعة الحوثية لم تفي بالتزاماتها مما سيجعل المبعوث الدولي في موقف محرج، وقد ربما يقدم استقالته. طيب أعود للأستاذ عبد العزيز الهداشي، إذا تقول أن المماطلة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم فيما يخص الحديدة هو في صالح ميليشيا الحوثي، في صالحها بأي اتجاه ومن أي ناحية؟ اولا انت لو تلاحظ من بعد اتفاق السويد، قبل اتفاق السويد كانت جماعه الحوثي اذا خسرت ارض لا تستعيدها، كانت قد تقوقعت في وضع دفاعي في كافه الجبهات.
بعد اتفاق السويد اتاح لها اتفاق السويد حريه الحركه هي او اولا امنت محافظه الحديده بالخنادق بالمقاتلين النوعيين، ثم تفرغت لبقيه الجبهات، انطلقت الى جبهه حجور يعني واستمرت حاصرتها لمده 50 يوم، وكان بامكان الحكومه الشرعيه ان تضع الحديده مقابل حجور، اتفاقيه السويد مقابل حجور، لكن للاسف الشديد الحكومه لم تتحرك في هذا الجانب. انطلقت جماعه الحوثي ثم هاجمت صرواه، حصل لها نوع من الاريحيه العسكريه، اعادت ترتيب صفوفها، اعادت يعني تجنيد الاف المقاتلين، اعادت تدريب الاف المقاتلين، اعادت انتشار الاف المقاتلين، ولعل المعارك الدائره حاليا في مريس وللاسف الشديد سقطت علينا مناطق في مديريه دمت وفي مديريه دمت وقعطبه، والحوثي يدفع لان جبهه الحديده للامانه هي التي مع جبهتنا كانت هي التي كانت تهدد بشكل كبير. فتوقف جبهتنا منذ فتره كبيره، ثم توقف جبهه الحديده جعله يناور في الجبهات الثانويه ويهاجم. فالمماطله استمرار الوضع على ما هو عليه في الحديده لا حاله لا حرب ولا سلام، اولا تكسبه يعني شرعيه تفاوضيه، كل ما طالت المفاوضات كلما اكتسب الحوثي شرعيه كلما كسب زخم اعلامي خارجي، وهذا يكسبه شرعيه في نهايه المطاف كامر واقع. ثانيا اعطته اريحيه عسكريه في العمل العسكري. ثالثا اتفاق اذا سقط من الحديده باي حال من الاحوال بيد الشرعيه بيد طرف ثالث محايد حقيقي او حتى بيد الامم المتحده سوف يفقده دخل كبير او ايراد مالي كبير، وهو ما سوف يحد من الايرادات الماليه للجماعه. فاستمرار الوضع على ما هو عليه في الحديده امر ايجابي بالنسبه لجماعه الحوثي التي تجيد المراوغات السياسيه وتجيد التفاوض طويل المدى وتجيد استغلال الفرص العسكريه ان توقف احدى الجبهات. فالحوثي مستفيد، وقلت لك لاول مره منذ 4 سنوات الحوثي يستعيد مناطق فقد السيطرة عليها منذ مدة. على سبيل المثال مناطق جنوب دمت، منطقة حجور استطاع أن يقضي عليها قضاء يعني تاما وبكل وحشية، يهاجم في قانع، يهاجم في البيضاء، يهاجم في عدة جبهات. وللأسف الشديد الشرعية لم تستغل الفرصة في قضية حجور وفي قضية دمت بحيث انه تلغي اتفاق السويد، رغم انه وقف اطلاق النار لم ينصل على محافظه الحديده، لكن يبدو ان الشرعيه فهمته انه على كافه مناطق الجمهوريه، نعم. طيب ساعد لك ونتناقش في خيارات الحكومه اليوم والمجتمع الدولي والدور الاممي توصيفك له فيما يخص ملف الحديده، اعود مره اخرى للدكتور عادل. دكتور عادل قبل ايام في الاسبوع الفائت صرح ما يعرف برئيس اللجنه الثوريه العليا محمد الحوثي، قال بان ربما الحكومه فسرت اتفاق استوكهولم الأخير بشكل خاطئ. اليوم الجنرال لويسغارد يعلن عن خطة معدلة للانسحاب، هل يمكن القول أنه حصل نوع من التفاهم أم هو إعلان أحادي ربما من قبل لويسغارد؟ طبعا الحركة الحوثية منذ اليوم الأول وهي تفسر الاتفاق، لأنه كان الاتفاق في حد ذاته كان غامض منذ اليوم الأول، لم يكن هناك كان يفتقر إلى الميكانيزم أي آلية التنفيذية لهذا الاتفاق، لم تكن هناك آلية اتفاق واضحة المعالم، وايضا لم يوضح الاتفاق منذ اليوم الاول ماذا يقصد بالشرعي من هي القوات التي يعني ستتولى مهمه الامن في الحديده، وايضا من هي الشرعيه او الجهه التي ستسيطر على الحديده يعني. فكانت الحكومه اليمنية فهمت الاتفاق على انها هي الشرعيه باعتبارها شرعيه دستوريه معترفه من العالم اجمع بحسب القرارات المحليه والدوليه والاقليميه، والجماعه الحوثيه كانت تفسر الاتفاق على انه لصالحها باعتبارها جماعه مسيطره على الارض وسلطه امر واقع. بل قبل ايام الحوثي قال في يعني عبر لشبكه وكاله انباء غربيه لا اعرف اسمها، قال بانه هو الطرف المسيطر على الارض والاتفاق يعنيه هو شخصيا يعني يعني جماعته، اي ان جماعته هي المخوله قانونا ودستورا وشرعا بحسب كلامه يعني بحسب كلام محمد علي الحوثي، اي انه الميليشيات التي ستسيطر على الحديده هي جماعه الحوثي، معنى ذلك ان الحوثي سيخرج من الباب ويرجع من الشبه. وهكذا انت امام جماعه ميليشياويه انقلابيه، ونحن نعرف ان المبعوث الدولي وما يسمى بنائبه وايضا مديره مكتبه هي لم يتبقى لها الا ان تطلق الصرخه. كل يوم وهي في اجتماعات مع الجماعه الانقلابيه داخل صنعاء، والمبعوث الدولي الان
يعني نائبه او الاعضاء مكتبه او ما يسمى بالمستشارين، هم من يديرون الحوار مع جماعه الحوثي، والمبعوث الدولي كل يوم يقدم تنازلات الجماعه الحوثيه على امل ان تقدم ولو حتى تنازل بسيط من قبلها، لكن للاسف الشديد لن يكون هناك اي تنازل من قبل هذه العصابه الانقلابيه من اجل حرق الدماء الابريه، ولكنها ستستمر في انتهاكاتها لحقوق الانسان، في تدمير البنيه التحتيه، في قصف المواطنين والابرياء وتدمير البلاد والعباد، مما يعني انه مهما حاولت الحكومه اليمنيه ان تقدم من تنازلات سواء للمجتمع الدولي او الدول الاقليميه او حتى للجماعه الانقلابيه، لن يكون هناك اي سلام حقيقي، ولن تنسحب الجماعه الانقلابيه من محافظه الحديده، بل على العكس. طيب ساعود لك دكتور عادل، نتناقش في خيارات الحكومه اليوم للتعامل مع هذه المماطلة في تنفيذ الاتفاق. أعود مرة أخرى للأستاذ عبد العزيز الهداشي، قلت أن المراوغة والمماطلة مكنت الحوثيين أكثر من الوضع في الحديدة، وهي ربما تحقق لهم الكثير من المكاسب. إلى متى سيسمح بهذه المراوغة سواء من قبل رئيس فريق المراقبين الدولي لوليزغارد أو الحكومة الشرعية؟ بالنسبة للأمم المتحدة وفريق المراقبين الدولي، الوقت مفتوح حتى إن شاء الله إلى يوم القيامة، حتى لو ماتوا هؤلاء يأتوا غيرهم، لأن هذه طبيعة الأمم المتحدة وطريقة الأمم المتحدة في التعامل، فالوقت بالنسبة لهم مفتوح. لكن المشكلة لدينا في الحكومة الشرعية، الحكومة الشرعية يجب أن تطالب بسقف زمني محدد لتنفيذ اتفاق السويد، ورغم أنه يظل اتفاق السويد حتى الآن غامض، يعني لا يمكن تفسيره لصالح الطرف، كل طرف يفسر لصالحه. الوقت الآن مفتوح بالنسبة للأمم المتحدة، لكن الشرعية عليها أن تطالب بسقف زمني محدد لتنفيذه. عادة الاتفاقيات الدولية تحدد بسقف زمني، وأعتقد أن اتفاق السويد وهو اتفاق غير مكتوب كان قد حدد بسقف زمني لعدة أيام أو أسابيع، الآن مضى نحو 4 شهور ونحن في النقطة الأولى في تفسير البند الأول. بس أشتدي ملاحظة، عندما يكون هناك اتفاق بين طرفين بإشراف الأمم المتحدة، الطرف الذي ينقض الاتفاق هو الذي يحظى باحترام الأمم المتحدة أو أمام العالم أو أمام الإعلام بصفتها الطرف القوي، ولذلك ستسعى الأمم المتحدة لاسترضاء هذا الطرف الذي ينقض الاتفاقات، والضغط على الطرف على الحمل الوديع أو الطرف الهادي بين قوسين الشرعية لتقديم مزيد من التنازلات. هذا دائما في دائما أسلوب الأمم المتحدة. أخي الكريم، كان بإمكان الشرعية أن تستغل الوضع بإشعال بعض الجبهات الضاغطة، الجبهات الفاعلة مثل جبهات نهم على سبيل المثال، إذا لو ضغطت على جبهة نهم لحصلت على مكاسب إيجابية في الحديدة، لكن للأسف الشديد لم يحدث أي شيء. طيب ما الذي يمنع الحكومة الشرعية من الذهاب إلى هذا الخيار العسكري للضغط كما تقول؟ للأسف الشديد بعض عناصر الحكومة الشرعية تقول أن التحالف هو الذي يمنعها، لكن حتى في الجبهات الثانوية رأينا أداء سلبي في المنطقة العسكرية الخامسة، في المنطقة في في في, في محور دمت مريس قعطبة الضالع، في محاور البيضة، في جبهات البيضة، في جبهات الجوف توقفت تماما، في جبهة المنطقة العسكرية الخامسة التي كانت هي المعنية بحرب حجور، رأينا يعني أمور سلبية جدا، وكأن الجيش الوطني أصبح مجمد. لا أعتقد، وحتى في تعز أيضا يعني هناك جمود، والحوثي حتى هاجم في منطقة الأقروف في تعز بدون رد فعل إيجابي من الجيش الوطني، ولولا المقاومة الشعبية والمواطنين لعاد الحصار إلى تعز. هناك أمر الجيش الوطني تحول أشبه بالصنم أو المتفرج أو الجيش المحايد أو الجيش الذي يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، هذا حقيقة للأسف الشديد. الآن لو تلاحظ على سبيل المثال، الحوثي حشد ما يقارب 10,000 مقاتل في دمت، وتقدم نحو العود ونحو الحشاء ونحو مريس، وكان يفترض على الأقل أن بعض جبهات الشرعية مثل جبهة صرواح أو جبهة الجوف أو جبهة البيضاء تطلق رصاص، حتى رصاص مجرد رصاص عشوائي أو رصاص بشينج أو مجرد تعمل تحركات عسكرية، لأن الحوثي سحب المقاتلين من هذه الجبهات والشرعية مسمرة مجمدة. ضمن قضية أن التحالف العربي هو الذي يمنع الشرعية من الحركة، أقول ربما هذا الكلام ينطبق على جبهة نهم إلى حد ما، وربما بعض جبهات تعز، لكن بقية الجبهات في حرية للشرعية أن تتحرك. ولكن للأسف الشديد هناك سلبية، هناك أمر ما في الشرعية ذاتها، هناك خلل في بنية الشرعية، في هيكلة الشرعية، في جيش الشرعية.
أنا لا أتهم الجنود أو الجنود أو المرابطين في الجبهات، أتهم القيادة العسكرية ابتداء من رئيس الجمهورية ونائبه وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ورئيس الوزراء. اللي يفترض الآن في تحرك عسكري، ما الحوث الحوث الجبهة الحوثية هي حركة عسكرية ولا تفهم إلا لغة الرصاص، ومحاولة محاورتها سلميا لم ولن يجدي نفعا. بالنسبة للحديدة، طيب سأعود سأناقشك في إمكانية الحسم العسكري في الحديدة بالاستناد إلى التصريحات المتحدث باسم ألوية العمالقة، لكن أعود مرة أخرى للدكتور عادل. دكتور عادل، عندما يطالب الفريق الحكومي للوزغارد يطالبه بالضغط على الميليشيا وإلزامها بعدم التنصل هذه المرة من الاتفاق وعدم قبول أي تبريرات، والسؤال المطروح ما هي خيارات الحكومة اليوم للتعاطي في هذا الملف، وأيضا من ناحية الوقت الذي هو يذهب كما يقول الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي في مصلحة ميليشيا الحوثي للتمكين أكثر ولترتيب أوضاعها أكثر في الحديدة؟ طبعا الحكومة اليمنية لا تمتلك أي خيار سوى أن تمارس نفس ما تمارس به جماعة، أن تطبق الأسلوب الذي تطبق جماعة الحوثي، أي أن الحكومة اليمنية بإمكانها أن تعطي المبعوث الدوري وعود وبالتالي تقدم على الأرض عسكريا، لأن المنظمة الدولية يا أخي الكريم هذه المنظمة الدولية لن تقدم للشعب اليمني حل، لأن لو 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 رجعنا إلى الوراء قليلا، قبل أيام أعلن ما يسمى بالأمين العام المتحدة بأنه فقط أن ميزانية المراقبة الدولية في الحدود 17 مليون دولار أو أكثر، الأمم المتحدة مستفيدة، وبالتالي أي اتفاق لابد أن يكون هناك ميكانيزم، لابد أن يكون هناك آلية زمنية محددة وآلية تنفيذية. هذه الاتفاقيات التي تأتي بها الأمم المتحدة لم نرى لها لا آلية تنفيذية ولا آلية مزمنة، مما يعني أن الأمم المتحدة ستستمر في إعطاء الوعود الشرعية اليمنية وستمكن جماعة الحوثي من التقدم عسكريا على الأرض، وأيضا جعل المجتمع الدولي أن يعترف في نهاية المطاف بهذه العصابة لأنها سلطة أمر واقع. الحركة الحوثية بعد أيام ستقوم بإجراء انتخابات في بعض المناطق في الدوائر الانتخابية. الحركة الإنقلابية الآن أعادت صفوفها في الحديدة، أعادت صفوفها في مناطق الشمال، أعادت صفوفها أيضا في المناطق الوسطى، والآن تهاجم مأرب وتريد الدخول إلى 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 محافظة الطالع. إذا الحكومة اليمنية لا تمتلك أي خيار آخر سوى الحسم العسكري، وهو الحل الوحيد والأوحد والأنسب مع هذه العصابة. أما مع الأمم المتحدة فسيستمر الحوار معها مثل ما استمر في جنوب السودان ومثل ما استمر في دول أفريقية أخرى لمدى طيب. دكتور عادل سأعود وأسألك، إذا كانت الحكومة اليوم قادر على هذا الحسم العسكري في الحديدة، أعود للأستاذ عبد العزيز الهداشي. المتحدث باسم ألوية العمالقة وضاح دبيش يقول أنه القوات المشتركة والجيش الوطني اليوم يمدون يدهم للسلام، لكن في حال تعطل تنفيذ اتفاق الحديدة فهم جاهزون للحسم المعركة عسكريا، هل بمقدور الحكومة فعل ذلك اليوم؟ طبعا الحسم العسكري كلما تأخر، طبعا قبل اتفاق السويد كان الحسم العسكري قاب قوسين أو أدنى، كنا على بعد 5 كيلومتر من نقطة الشاب، وكان من السهل الوصول إليها بتكلفة أو بكلفة عسكرية محدودة، لكن حاليا بالإمكان الحسم، لكنه ازداد صعوبة، هو ليس مستحيل لكن ازداد صعوبة، والتكلفة البشرية سواء في الأفراد والمعدات حق القوات المشتركة أو في المدنيين سوف تكون التكلفة أضعاف مضاعفة عما كانت عليه قبل 4 شهور أو 5 شهور، ولكن لو قررت الحكومة الشرعية أن تحسم المعركة الآن في الحديدة الآن أو يومنا هذا أن تحسمها، فإن التكلفة سوف تكون أقل مما لو قررت أن تحسم المعركة بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد 3 شهور. لا تنسى أن الحالة المعنوية والنفسية لليمنيين أو أن المعنويات انهارت بعد سقوط حجور بدون تدخل الشرعية وبدون أداء فعل للشرعية. الآن كلما تأخر الحسم العسكري كلما كان لصالح الحوثي، وأنا متأكد أن معركة الحديدة يجب أن تحسم عسكريا سواء الآن أو بعد شهر أو بعد سنة، لكن الفارق الوحيد بين قبل أربعة شهور قبل اتفاق السويد والآن وما بعد هي ارتفاع الكلفة البشرية كلما تأخر الحسم العسكري. أشكرك جزيلا الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي من الرياض، وأختم مع الدكتور عادل. دكتور عادل، اليوم مع توقف تحقيق أي تقدم في تنفيذ اتفاق الحديدة، هل الوضع بالنسبة للحكومة يتجه فعلا إلى الحسم العسكري؟ وهو ما سيكون في نهاية المطاف، لم يكون هناك أي حل سياسي. يا أخي الكريم، لدينا قرارات دولية تحت البند السابع صدرت، ليست عبارة عن قرارات دولية تحت البند السابع، لدينا قرارات دولية أخرى كثيرة
الآن كلها راحت في أدراج الأمم المتحدة، وبالتالي أنا يعني أعتقد من وجهة نظري الشخصية بأنه لن يكون هناك أي سلام حقيقي على الأرض ما لم يتم يعني كسر عظم هذه العصابة على الأرض عسكريا، على أقل تقدير أن يكون في محافظة على يعني أن يكون في الحديدة وأيضا في المنطقة الوسطى وأيضا في جبهة يعني جبهة الجوف ومأرب وصعدة حتى ولو بقيت العاصمة صنعاء. إذا هزمت الحركة الميليشاوية الانقلابية داخل الحديدة أنا متأكد بأنها في نهاية المطاف ستخضع لعملية حوار أو عملية سلام حقيقي. شكرا جزيلا لك دكتور عادل دشيل الباحث السياسي، كنت معنا من اسطنبول. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج الحلقة ماهر أبو المجد، في أمان الله.